مرحبا جورج. هاي ماجد. اهلا جورج. هاي شانتال. شو حملنا اخبار؟ صفحة منوعة من بعد الويك اند، كرة قدم، هاندبول، تنس، باسكتبول وغيرها. تفضل. ثانك يو. بداية اخبارنا مع كرة القدم وتحديدا مع ختام مرحلة 19 من الدوري الالماني لكرة القدم، مواجهة بين البايرن وشتوتغارت على ارض الفريق الثاني بالمرسيدس بنز ارينا. البايرن ومن بعد تعادل ليفركوزن بهالمرحلة كان عم يطمح انه يبتعد ب 11 نقطة كاملة بالصدارة، وبالفعل حقق المطلوب بفضل ماريو مانزوكيتش بداية بالدقيقة 50 بهدف 12 هالموسم، واضاف من بعدها توماس مولر بهدفه العاشر، هدف 2-0 للبايرن بالدقيقة 72 بعد باس لمانزوكيتش، والبايرن بهالفوز عم يبتعد اذن ب 11 نقطة كاملة على ليفركوزن الثاني. دورتموند بعيد ب 15 نقطة عن البايرن بالمركز الثالث. وصل الدوري الإسباني مع نتائج المرحلة 21 من الليغا، وامبارح مباريات كبيرة لبرشلونة وريال مدريد. ريال مدريد كان عم يفوز على ختافي 4-0 مع هاتريك لكريستيانو رونالدو اللي رفع رصيده ل 21 هدف هالموسم، بوقت برشلونة فاز على أوساسونا 5-1 مع سوبر هاتريك لميسي وسجل 4 أهداف هالمباراة ليرفع رصيده ل 33 إصابة ب 21 مباراة. بيلباو فاجأ أتلتيكو مدريد وفاز عليه على أرضه 3-0. مايوركا سقط على أرضه مع ملقا 3-2. بترتيب البطولة الإسبانية بعد المرحلة، الباسا عاد وابتعد ب 11 نقطة عن أتلتيكو، ولا يزال الفارق 15 نقطة بين البارسا والريال قبل المواجهة المنتظرة بيناتهم النهار الأربعاء بكأس إسبانيا. متابع أخبار الفوتبول مع أبرز الانتقالات اللي صارت بالساعات الأخيرة. المهاجم العاجي ديديا دروغبا عم ينتقل رسمياً الى فريق اخر، هو جالاتا سراي التركي، قادما من نادي شينغهاي الصيني. دروغبا 34 سنه كان انتقل من تشيلسي الى شينغهاي الصيني مقابل 12 مليون يورو سنويا، الى انه النادي الصيني واجه مشاكل ماديه واداريه وتوجه من بعدها الايفواري للدوري التركي ليكون زميل اللاعب الهولندي ويستي سنايدر اللي انتقل لجالاتا سراي خلال الاسبوع الماضي. اشاره انه الفرنسي نيكولا انيلكا اللي عم نشوفه هون وقع امبارح على عقد مع يوفنتوس الايطالي لمده 5 شهور. نوصل لبطولة العالم بالهاندبول اللي شفناها وتابعنا كل نتائجها بنشرتنا الرياضية. المنتخب الإسباني على أرضه ببرشلونة وتحت ضغط أكثر من 16 ألف مشاهد غصت فيهم قاعة سان جوردي بالعاصمة الكتالونية برشلونة، نجح بالفوز على نظيره الدنماركي بفارق مريح 35-19، ويعتبر لقب العالم الثاني بخزائن البلاد بالهاندبول بعد مونديال تونس 2005، بينما عجز المنتخب الدنماركي من فك عقدته بالدور النهائي بخسارته للمرة الثالثة وحلوله وصيف لثلاث مرات ايضا بال67 و2011 وبال2013، وبالنسختين اللي سبقت كانت صارت هالبطولات بالسويد. نوصل للتنس، نهائي الاستراليان اوبن عند الرجال، منافسات حاميه بين الصربي نواك جوكوفيتش المصنف اول والبريطاني اندي ميري المصنف ثالث. اللاعب الصربي نجح بحسم الامور لصالحه بثلاث مجموعات لمجموعه واحده ويحقق فوزه 21 باخر 22 مباراه بعد ما انهى الموسم الماضي بثلاث القاب بيجينغ شانغهاي وكاس الماسترز، ورفع اللاعب الصربي رصيده لست القاب كبرى من بين 4 باستراليا وثلاثه على التوالي كانوا 2011 12 و13، اضافه لبطوله ويمبلدون 2011 وفلاشينغ ميدوز 2011، وهو كان خسر 5 مباريات نهائيه ببطولات الجراند سلام، وكان خسر ايضا مع اللاعب البريطاني ماري بنهائي اليو اس اوبن من عام 2012. نختم اخبارنا مع كرة السلة الامريكية NBA بوحدة من اقوى المواجهات اللي صارت امبارح المساء، كان فريق نيويورك نيكس عم يستقبل على ارضه اتلانتا هوكس. كارميلو انتوني كان عم يسجل 42 نقطة من بين 9 رميات ثلاثية ليقود فريقه الى الفوز 106-104 الماديسون سكوير جاردن. انتوني كان بيوم استثنائي وعاد الافضل رقم بالثلاثيات بتاريخ الفريق اللي مسجل ايضا باسم جون ستاركس، ليتر ستيول وتوني دوغلاس، وبرز من النيكس ايضا البديلين امار ستودماير والموزع الارجنتيني بابلو بريجيوني مع 18 نقطة، فيما كان جيف تاج أفضل لاعبي أتلانتا مع 27 نقطة. نيويورك عم بيمر بفترة جيدة ورح يشارك 2 من لاعبي بالأول ستار جيم هني أنتوني وتايسون شاندلر. منتابع سوا أبرز النتائج اللي تسجلت أيضا مبارح المساء مع انتصارات مهمة لالأي ليكرز، دالاس مافريكس، لبوستن على ميامي، والكليبرز على بورتلاند. هذه كانت أبرز أخبارنا. ماجد وشانتال من أودلاند. يعطيك العافية. شكرا جورج.